جدا جدا ممكن نهزر طالما مش في الشغل طبعا، يعني طالما مش في الشغل في وقت الشغل ده. يعني مثلا اللعيبه، انا عندي لعيبه ممكن نكون بنتعشى مع بعض وبنسهر مع بعض، لكن تاني يوم تخصم له فلوس لو هو جه متاخر. العشم في الشغل ده ما بحبوش ابدا، ما بحبوش، مش عشان احنا اصحاب او في علاقه ممكن تكون اسريه كمان، تمام؟ ان ده هيسمح لك ان انت يبقى في رصيد او خطوه مش بتاعتك تعديها عندي، وانا بعرف اقيم. يعني بعرف اقيم، بعرف اقيم مثلا اسلام لا اخره ده، اخره الحته دي ما يعديهاش. لكن في النطاق بقى الصحوبيه او السهرات او الخروج ولا حاجه، لا احنا واحد وعيله واحده. عيله واحده يعني عيله. انا عارف ان انت عندك علاقات كثيره مع معظم اللاعبين. وانا ما بخافش. انضرب عليا نار سبع مرات. وانا ما بخافش. احول اللي بيضرب ده. فيعني الحاجات دي مطلوبه، يعني ده اللي انا اقصده، ان انت دايما بتعرف، وده ذكاء في التعامل، ان انت توصل ان انت زي ما انت بتقول كده عندك علاقه شخصيه مع معظم اللعيبه، وفي نفس الوقت انا مدير الكوره. ما هو البوزيشن ده يا اسلام، البوزيشن ده دي حاجه الناس كلها عارفاها طبعا، لكن العلاقات والرصيد. يعني في لعيب مثلا ما ممكن يخش ويهزر معاك ويضحك معاك. طب يعني مثلا، يعني انا لما اشتغلت كان موجود معايا مثلا واحد من الناس اللي انا بعتبرهم في كره القدم في مركزي، انا ببص له ان هو في حته تانيه خالص، محمد بركات مثلا. لكن انا كنت مدير كره مثلا في محمد بركات موجود، وانا واحنا بنلعب كان محمد بركات بالنسبه لي رقم واحد، احسن مني، تمام؟ يعني في تقييمي اوكي. واحنا بنلعب وائل جمعه كان اكبر مني في السن، احمد حسن اكبر مني في السن، بركات سوري ابو تريكه اصغر مني في سنه واحده. لكن الناس دي عندها مفهوم الاهلي، عندها مفهوم الاهلي، فبتساعدك. برافو عليك. بتساعدك. معلش ناخد اربع خمس تعليقات اخيره. من اشرف بيقول لك مساء الخير.